احنا بنرفض مبدأ التصريح. انا مش بحاجة لتصريح من اي انسان انه ازور الاماكن المقدسة، هذا حقي وهذا واجبي. احيانا احنا كرجال دين مسيحيين وبالذات فلسطينيين، رغم اننا بنرفض مبدأ التصريح، مجبورين نقبله بحكم الواقع. إسبانيا، فرنسا، لندن، يعني جمعنا أغلب أوروبا كلها تقريبا، لفيت كل أوروبا. القدس ممنوع أفوتها من سنة 2000، ممنوع أدخلها. أنا بدك تصريح وأنا مرفوض أمني، حتى مرتي ما مرفوض أمني، حتى أولادي الصغار فاتوا القدس قبل يمكن 8 سنين، ما كانش لسه في قانون إنه بدهم تصريح للصغار، فاتوهم مع ناس مش مع مرتي أو معي أنا، لأنه إحنا مرفوضين. العالم وبلدك هون بعيدة 5 دقائق بتقدرش توصلها، طبعا مؤلم. يكفي انه انت يعني فترة العياد، يعني حلو الواحد يطلع يصلي بالكنيسة. في السنوات الماضية منع المسيحيون الفلسطينيون حتى المقدسيون إنه يدخلوا كنيسة القيامة بذريعة الأمن. كإنسان أنا أشعر بالإهانة. كنت كل أسبوع أطلع ألف في البلدة القديمة، بعشق البلدة القديمة، بحب البلدة القديمة. إسرائيل كبير إنه يفرغوا القدس من كل الهوية العربية أو الهوية الفلسطينية الموجودة داخل مدينة القدس. عرب مسيحيين، احنا من الناس من الاصليين الموجودين في فلسطين، المسيح فلسطيني وهذه ارض فلسطينيه، وانا من حقي اصل القدس زي اي واحد ثاني في كل العالم.